إذا للوقوف على مشى تعطل الحياة في اسطنبول بعد العاصفة الثلجية التي ضربتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. سيد فراس، مرحبا بكم. لليوم الثاني على التوالي تضرب عاصفة ثلجية اسطنبول، ولكن ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو اتخذها والي اسطنبول لتلافي مزيد من الأضرار في الأرواح والممتلكات؟ طبعا يجب أن نشير إلى أن اتخاذ الوالي هذه الإجراءات ربما تأتي هي في حالة عدم اكتفاء العمل المدني، وهو لنقل البلدية، وتأتي التدخل من قبل الوالي عندما يصل الأمور في حالة الطوارئ أو حالة لنقل الأمور التي خرجت عن حدود السيطرة، ولذلك يتم التدخل الوالي، وإلا هي أغلبها أمور البلدية لتمهيد الطرقات وفتح الطرقات وكل ذلك. لكن العاصفة الحقيقة أغلقت كثير من الطرقات، أيضا لم يكن أظن أن هناك استعدادا كان كافيا لكل هذه الطرقات، منذ الصباح الباكر ومن الأمس وحتى اليوم الطوابير السيارات بالآلاف نتكلم، وهي واقفة منذ نتكلم الآن عن تقريبا أكثر من 18 ساعة. وأيضا طبعا لولا تدخل الهلال الأحمر وبشكل طوعي كثير من السكان، وإلا كانت هناك أظن كثير من المخاطر. التقارير أسفلت على أن أطفال حتى حجزوا في داخل سياراتهم مع عائلاتهم، هذا أظن شيء كان نادر الحدوث حقيقة في تركيا، وهذا يعطي انطباع إما عن خلل في البلدية أو عدم التعاون فيما بين البلديات. سيد فراس، في هذا الإطار الذي تتحدث عن بلدية اسطنبول، هناك من يقول أن بلدية اسطنبول كانت غير مستعدة لهذه العاصفة الثلجية، ما دقة هذا الطرح؟ الحقيقة هذه تحتاج إلى تحقيق أكثر من ذلك، لأن ممكن يكون هناك إهمال من البلدية أو إهمال من مجالس البلديات الأخرى أو عدم تنسيق جيد، لكن حقيقة هناك إهمال، هذه حقيقة ثابتة، لكن من المتسبب في هذا الأمر يجب التحقيق في هذا الشيء. أنا من مجرد المعاينة العينية من منطقتي أو مناطق أخرى لاحظنا هذا الشيء. نحن نعلم عندما يكون هناك عواصف ثلجية دائما يكون هناك استعداد للسيارات التي كاسحات الثلج، وأيضا الملح الذي مخصص للطرقات موزع في كل الطرق ذات الصعود، لأن مدينة اسطنبول مدينة ليست مستوية، هي مدينة متعرجة ذات تلال كثيرة. كنا نلاحظ ذلك، لكن الآن أنا لم ألاحظ هذا حقيقة في الشهود العيان، كشاهد عيان عفوا. أظن هناك أهمال تحتاج إلى تحقيق، وهذا سأظن سيكون بعد العاصفة. سيد فراس، هناك استياء واسع للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موقف رئيس البلدية الكبرى في اسطنبول الذي وصفه الكثير بأنه بدأ متراخيا إزاء هذه العاصفة الثلجية. كيف تقيم تعاطي السيد أكرم إمام أوغلو مع أزمات اسطنبول خلال الفترة التي قضاها رئيسا لبلدية اسطنبول؟ الحقيقة هذه المرة الثانية وفق ما أذكر تحصل مشكلة كبيرة في المدينة ويكون هو غير متواجد أو في دعوة طعام أو مسافر. المرة الماضية عندما حصل فيضان في مدينة إمينونو وهي قلب إسطنبول وغرق السوق الذي هو معروف في السوق الإمينونو هناك في في المفرق، كانت هذه أحد المشاكل. الآن نفس الشيء، مشكلته هو أنه يأتي بعد بعد الكارثة. اليوم كان هو متواجد منذ الصباح وإلى آخره، لكن بعد أن حصلت هذه المشكلة أنا أظن أن لا أريد أن أبدي الآن أي قرار أو اتهام لأحد، لكن هناك إهمال، هناك سوء تنسيق، يجب التحقيق في هذه القضية. هل هو من رئيس البلدية؟ هل هو من المجالس البلدية؟ هل هو من عدم التنسيق بين كل هذه الأطراف؟ ولذلك أظن أن هذه العاصفة قد تكون سيكون لها سبب
أثر سلبي على الانتخابات المحلية القادمة للسيد إمام أغلو، أظن ذلك للانتخابات المحلية القادمة. سيد فراس، هناك مواقف حقيقة رائعة شاهدناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حدثت هذه المواقف الجميلة الرائعة من قبل الشعب التركي، كيف يعني تقيم تعاطي المواطنين مع الأزمة وتعاونهم سواء في استضافة العالقين أو معاونتهم للعودة إلى بيوتهم؟ نعم حقيقة يعني هذا يعني الشعب التركي كباقي الشعوب في المنطقة معروف بالشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف، وهذا يحسب له كشعوب المنطقة حقيقة كلها. أيضا فتح المساجد، أيضا تم فتح المساجد للكل، لأن أيضا هناك كان بعض البعض ذهب إلى بعض الفنادق للجلوس، ولكن الفنادق كانت تطلب بعض المال أو عدم الاستيعاب. إذن كانت هناك عدة خدمات حقيقة من المجتمع المدني، وكما قلت لك هناك متطوعون كثر نزلوا إلى الشوارع من أجل إنقاذ العائلات في السيارات. حقيقة يعني هذا المشهد جميل، وإن شاء الله تستمر يعني التعاضد الأخوي بين المجتمع كله. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لكم.